النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله تاتش وود حدث ولا حرج، دايما مشرفنا ومشرف الكره المصريه والافريقيه في كل المحافل، لكن افريقيا امام مباراه صعبه ومنافس صعب على ارض الخصم اللي هو الترجي التونسي. كيف ترى هذه المباراه فنيا، وكيف حضر مارسيل كولر لهذه المباراه المهمه؟ من ناحيه تحضير مارسيل كولر، يعني انا بثق فيه في تحضيراته، في راجل هادي وبيحضر كويس في كل الماتشات عموما، ما بالك بقى والنهائي. طبعا هو محضر كويس وانا متاكد واثق في فيه وفي تحضيراته وفي قرايه الجيم وتحضيره تقديمه للفرقه بتاعتنا، وان شاء الله يكون رد الفعل لاعبتنا في الملعب كويس. طبعا المباراه مختلفه، هي الاهلي هتقول متعود على النهائي لكن مختلفه بالنسبه للترجي، لان الترجي الفتره اللي فاتت ما كانش في احسن حاجه، سنتين او الثلاثه اللي فاتوا كان في عمليه تغيير مدربين كتير وتغيير لعيبه وجيل بعمار سنيه بيجدد في الفرقه. فاعتقد السنه دي استقر وجاب مدرب كويس جدا، الراجل البرتغالي كاردوزو، جاب كذا عنصر كويس في التيم، اشتغلوا كويس خصوصا في بطوله افريقيا، يعني عكس مسيرته جوه الدوري، لكن في بطوله افريقيا ما شاء الله نتائج كويسه جدا، نتائج ممتازه، معاه مدرب بيقرا الجيم كويس، محفظ لعبته وخصوصا في الناحيه الدفاعيه، الفرقه بتدافع كويس جدا جدا، ما دخلش فيهم ولا جون في الاهلي برضو على الجانب الاخر ما دخلش فيها الهدف واحد. بالظبط. لا انا بتكلم على الترجي تحديدا، لانه دايما الناس بتيجي تتكلم على اخر نتيجه مع الترجي مع الاهلي في المباراه اللي كانت في الادوار الدور تقريبا اللي هو اللي هي اللي اتكلم على احمد صالح، اللي قالت ما كانش فيها جمهور والاهلي كسبها 3-1 في رادس. لا ما كانش قياس، كان كابتن نبيل معلول اللي كان ماسك، كان طبعا الدنيا مختلفه تماما. فدايما لما بتيجي تلعب ماتش ونهائي ومع فرقه انت قابلتها قبل كده بتبتدي تسترجع تاريخ اللقاءات. فاخر لقاء الاهلي كان كسبان رايح جاي وكان متفوق في كل حاجه، لكن الفرقه السنه دي احنا اتفرجنا عليها، على الاقل اتفرجنا عليها في ماتشين سان داونز، فرقه منظمه، فرقه بتعرف تدافع. فاجئتك يا كابتن بفوز رايح جاي على سان داونز؟ طبعا مفاجاه، رغم ان سان داونز في المباراه دي اقوى فرقه على فكره افريقيه، رغم في المباراه الثانيه ضيع فرص كتير جدا. الاولى كمان عندهم جون واعد جدا صغير، جون هايل شبيه بمصطفى شوبير، شبيه نفس الشبه، هتلاقي الاتحاد الافريقي مركز عليهم هما الاثنين. فالترجي مختلف المره دي، الملعب هيبقى مليان ما متقفل، الدوافع مختلفة، هم عايزين يعوضوا ويمحوا النتائج اللي قبل كده، لأنه الفرصة جات لهم في النهائي ما جاتش في أدوار عادية. النادي الأهلي عايز يأكد زعامته للكرة الإفريقية، عايز يأكد زعامته في النهائيات، عايز يوسع الفارق بينه وبين المنافسين في إفريقيا، لأن النادي الأهلي من ناحية تحقيق الإنجازات هو حقق إنجازات بال 11 لقب. ال 11 لقب فعلا انجاز، لانه اقرب حد الزمالك تحديدا 5 القاب، فالجاب كبير. لكن يعني للمره الخامسه، المره الخامسه على التوالي انك توصل النهائي، ده برضه حاجه، ما هو كل دي انجازات انجازات رائعه. لكن النادي الاهلي انا بشوف تراجع من وجهه نظري توسيع الفارق في البطولات هو ده الانجاز، وده اللي ان شاء الله يتم على خير باذن الله. فالمباراه هتبقى تكتيكيه بشكل كبير جدا، المباراه اللي هي الشوط الاولاني يعني زي ما بيقولوا هيبقى فيها تكتيك عالي من الترجي من خلال مدربه، وهيبقى في مقابل وقرايه وتكتيك عالي ان شاء الله من كولر. فان شاء الله يبقى ماتش كويس لينا ويمشي في الاتجاه اللي احنا عايزينه بإذن الله.